أنا غزالة، غزالة تحب تعيش، تجري، تنقز، تشطح بين جبال الكف العالية. نندى سيد عمور برا عالي بقر يركب على السينما اللي أنا نحبها هي سينما أونجاجي. علاش نحب السينما أونجاجي؟ خاطرنا من أن الفن هو وسيلة من وسائل التغيير ووسيلة من وسائل الإبداع. دونك أنا نمن أنه وظيفتي ومهمتي كمخرجة سينمائية وكمنجة أنه نأسس وندافع على قضايا وعلى مشاغل المواطن، كسوى المواطن التونسي ولا المواطن في العالم أجمع. أنا اللي شجعني واللي خلاني نقرر أن نحل الشركة، شركة الإنتاج متاعي، هي القضايا اللي أنا ممنة بها، خاطر نمن أنه أنا بطريقة جمالية، بطريقة فنية، بلغة سينمائية قادرة أنه نوصل، وقادرة أني ندافع، وقادرة أني نلقى حلول برشا قضايا مسكوت عنها. البدايات كانت ناجحة والحمد لله، كانت بإنتاج وإخراج فيلم غزالة اللي تعرض في تونس وتحصل على جوائز في تونس وتعرض لبرا خارج تونس في إطار مهرجان الأقصر السينما الإفريقية. الصعوبات بدأت بعد فيلم غزالة، تتمثل أنه كي نلقى روحي أفكاري وأحلامي ما نجمش نحققهم فيكو فما مشكل كبير نتاع فينانسمون. فلوسي البيرسونيل الكل حطيتها في أفلامي، فتعديت بدو مومون دو دوت، مي فيكو اللي أنا صغيرة نحب الملوية ذي ورا روحي مخرجة، ورا روحي منجم نكون كان في بلاتو كبير دو سينما ورا الكاميرا. وقعدت نخمم كيفاش نجم نوع في ليزاكتيفيتي نتاع السوسيتي نتاعي باش نجم نعاون في التمويل نتاع الفيلم نتاعي. وقعدت نلوج على ديسبونسور اللي نجموا يمنوا بالقضايا اللي انا نحب ندافع عليهم واللي نجموا يكونوا دي بارتنير في الافلام اللي انا نحب نخدم. نجمنا نخدموا زوز افلام جدد اللي هما توريست اور سيزون، سي ان كور ميتراج دوكيومونتير، تبعنا ان افريكان يعيشوني في تونس. اللي ان شاء الله لافون بروميير نتاعو مونديال باش تكون في جي سي 2021. والفيلم الثاني اللي هو اموتي دام، سي تان كور ميتراج فيكسيون اللي يحكي على لو كوميرس دي زام سويسيدير، واللي ان شاء الله لافون بروميير مونديال نتاعو باش تكون في اون سيليكسيون اوفيسيال في فيستيفال دو فيلم غاب افاميك في فرنسا. من بين المشاريع نتاعي الجديده هو ان كور ميتراج فيكسيون شمع اللي دافع على حقوق الطفل والمراه. من الحاجات اللي خلتني نخدم فيلم جديد سبيسيالمون على الطفل انه العامين الاخرانيين جي فورمي دي زونفون مارجيناليزي، خدمنا معاهم دي زاتولي دو سينما. نتمنى اليوم الدوله انها تعطي ثقه في لي جون سينياست وتشجعهم، على خاطر عندنا برشا شباب مبدع قادر انه يطور السينما التونسيه.